واحد دخل صعيبه قال لي بغى يسكر بزاف اخو موت اخو تموت ترى وحالته صح عدلو حالته وسط الدقريه زاده مشكيل اوه لا ضربك ناري قلت لكم الخوت غنحلق وما زربش مازال الشرابال مكروه في الدنيا هنايا اوه حلقت تبارك الله الخوت خوت والثمن ديالو غالي الخوت هذاك مشتوى صغير ولكن الثمن ديالو غالي السلام عليكم الاخوان نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة مرحبا بكم في نهار جديد وبلوغ جديد ان شاء الله اليوم الخوت جيت البلوغ وغادي نجرب واحد التجربة لان اليوم الخوت ضاوي وجيت البارح كان واحد الحوت سميتو اللويزي قريب بحال الانشوبة والثمن ديالو راه غالي كيوصل 300 درهم قليل اللي غادي يعرفوا اللويزي بحال الانشوبة وسبحان الله كتقابلوا مع الشمس شفاف واحد الحوت وغادي نحاولوا نصيدوا عليه بواحد الطريقه غادي تشوفوها معنا ما هو كيف ما كتشوفوا الماء راه ضاوي غنتسنى الماء يبدا يطلع دابا شويه الماء هي باقا خاويه ها الماء كيفاش داير والشبكه اللي غادي نخدم بها عليه هي هذه هذيك كنت كنخدم بها العقرب ولكن الدور ديالها هو اللويز ديال الخوت واحد الحوت صغير تقريبا كذا كفي شي شبير هذه الشبكه ديالنا تبارك الله اللهم بارك راه كبيره الخوت اللهم بارك شنابار كبير غادي تشوفوا التجربه هذه صايبتو هادشي يدوات خوت وصايبتي هادي كاين اللي غيعرف الطريقه وكاين اللي ما غيعرفهاش هاد الكاسبر خوتو هاد الكاسبر كتموت كطوال كتخرج من هنايا ودير واحد الخرصه هنايا شفت هاد الخرصه هادي مصايبتها وضبان دو هادي داير حتى هو مو غتشوفوا التجربه هادي راه واعره الخوت يعني كتجمع بلاص ما غتبقى تصيد بحبه بجوج وصعيب الصيد ديالو هو غادي نديرو ليها الخوت هاد التجربه هادي راه موالف كنشدو ما كنشد 10 الحبات بال 20 بال 30 بال 10 بال 3 حبات المهم ما بقاش فات الماء بالخيط الطريقه راه زوينه اش كدير كتشد السرديل ضروري كان عندك السرديل بزايد انا عندي السرديل شويه قليل الخوت ولكن غادي يبقاني بيه ها هو حدا هو عندي تقريبا شي 2 كيلو هنايا اش غادي ندير ليها الخوت غادي نشدو غادي ندقو كرخيت الشنابر كرخيف الماء وديك القصبه كتبقى كنبقى حاطه هنا اش كندير هاتو بالطريقه كتشد الخيط هذا وفي ديك الخرصه يعني الشنابر كنولي رخيل هي قدام كنبقى نلوحص منه شويه السر ديال الرش هذاك الحوت اللويزي كيكون في الصيف الخضره ما تلقاش في الشتاء كتلوح لي كتلوح لي السر ديال وسط الشنابر اش كيجي هو كيجي فوق مني بدا ياكل خاصني نزرب عليه انا نجرب بحال هكا نجرب الخيط عندي يطلع الشنابر فهمت الطريقه ومن خاص لي عاوني لك غادي نتحارب بوحدي وغادي نحاول نشد الخوت ضروري غادي نصايبها ان شاء الله دابا نقول واحد ديديكاس الخوت اصغر متتبع عابير وخو وسيم وصلاح هما الخوت على مولانا بداو دابا نطولش عليكم بزاف صراحه الطريقه هادي راه واعره غادي نشارك معكم وتشوفوا واش غنجح ولا ما غنجح وانا متاكد غنجح باذن الله الخوت دابا بالشورط انا ولد واحد الحجاره تحت حس ما باقا ما طلعش انا ولد تحت باش القضية سهلة دابا ان شاء الله غادي ندق ليه في السردين باش نرش ليه ندق ليه هادو خاصك تدق بزاف تبقى ترش باش يجي هو فوق الشنابة فهمت غتشوفو الطريقة كاملة غتعجبكم صراحة الله يلاه عجبكم طريقة واعرة وهاد لويزا الخوت راه من اغلى من غالي بزاف تاهو كديش 300 درهم 300 درهم الصندوق ولكن كيجي معايصر كيجي هو الباريخ كيجي داك انا نطلع ما طلعناه غنوري لكم نتمناهم الله نشدو دابا غادي ندق السردين وي وصل غندق باش نبقى مره رشني وداك الشيء اللي كنرش راه ما كيضيعش كيعاود ليا في الشبكه نعاود ننزل ونعاود نرش شحال الطريقه صافي ماشي كدقو بزاف اش هو ياك تفرتو تبقى تلوح لي ديك العبايرات الصغار كيجي لي هو ها بحال هكا شتو الخوت هادشي الله يجعل البركه كنعود الشنابر ديالي هو الاول غادي ندرش اجي غادي نبدا نجمع حاجه غندير نعود الشبيك ديالي الماء هاي الشبيكة شرا هوت الحجيرة قريبة للماء هاي الشبيكة فين هي دابا غادي
غتجبدوا تشوفوا كلشي كيفاش غادي يجي الخوت. خاصني ندخلها من هنا قصيره شويه، ندخلها من هنا. يا ربي تسهل يا ربي. سوق الطريقه كيف تدخل هذه كتبقى تتحكم فيها بحال شي لونسير، كتبقى تجر بها الشبكه. ها انتم شوف الطريقه. بسم الله تهوت الشبكه بحال هكا. شتو مازال غنزيد فيها شويه، هذه نزيد فيها بحال هكايا باش تبقى ديما بعيده بحال هكا. وغادي نحاول نخشيها هنا مزيان. دابا عندي فين فيكسيها، غنفيكسيها هنا بحال هكا. ها شتو اللويز ها هو بدا كيجي يشم الريحه. ها دابا مزيان خاص تخرج تطلق شويه صافي. هاي الصنابر طريقة الخوت كنبدا نجر من كيدخل كنجر بحال هكا طلع عندي. شتي الشبكة الصنابر ها بدا كيطلع. دابا غنحاول نهول شوي. ها دابا اش خاصنا؟ الريو صح من الباب. دابا خاصنا الرش. هاد الرش هدا خاصو يمشي مزيان الخوت، خاصو يمشي فوق الصنابر باش ميمشى فوق الصنابر كيبقى ليا انايا، يعني ما كيطيحش. ها هو بدا كيطلع اللويز. شوف يا بسم الله. ها هو شوف اللويز شوف تبارك الله شحال جا. والله متى جيت الصنابر خاصني نلوح لجيت الصنابر الخوت، نلوح لجيت الصنابر باش يجي الخوت. نلوح لها الجهه مع الكورينتي يلا يجي لي الوسط تبارك الله شحال. نلوح ليه هنا هنا جيت الصنابر هنا كورينتي كيدي هكا. شتي راه تجمع دابا اللويزال هي. يا ربي يا ربي يا ربي خاصني نلوح ليه مزيان باقي باش ما يتخلعش. لوح ليه جيت الشبكه عندي انا الخوت اللهم بارك. حصلته هذا هو اللويزال خوت تبارك الله شحال من وحده تبارك الله. ها البياسه الاولى اللهم بارك. البياسه الثانيه تبارك الله شو شحال شحال البياسه. وي 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 تبارك الله شو شو السرديل السرديل هذا هو. هيدي لي الماء الخوت هضرات بياسات زوينين. هذا هو اللويزير خوت شتو اح ايوا اللون ديالو شفاف الخوت. ها هو شتو حصلتك طريقه راه ناضيه الخوت. ها مازال غادي نضرب ان شاء الله شي 10 بياسات في ضربه واحده. هذا راه الثمن ديالو راه غالي الخوت. ها هو سريديله شو كيدير بحال لا نشوبك سبحان الله راه شفاف. هادشي اللي هنا كيبان لك اللي هنا كيبان لك بحال درتي ليها قابلتي مع الشمس كيبان واضح سبحان الله. والحصيله تزولت. شحال درت؟ 4 بياسات 4 5 مازال خير ان شاء الله. الخوت ساهل شتو دابا شو السردي كيبقى رشتها شو الصنابر. شو خصو يجي وسط الصنابر باش ما جا الوسط كيدخل وسط من الاول. ها هو جا هو جا يا ربي تسهل. دابا شتي حدا الصنابر باش يجي الخوت. شو بدا كيدخل الكورينتي تاهو معاونيش كيدير ليه هي. وكان كيجي وكان هادشي اللي كنلوح السردية ديال الصنابال. واو وانا غنطلع دابا ان شاء الله غادي نجيبو دابا باش تبقى تلوح ليه هو الصنابال. طلع خصك تجر على الجد زر يا ربي تسهل. لا 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 اوه لا ضربه ناري قلت لكم الخوت غنحلق وما زربش مازال الشرابال مكروه في الدنيا هنايا. اوه حلقت تبارك الله الخوت. تبارك الله شحال ها اللويزه الخوت. ها كاين اللي غيحقروا هذا اي هربت وحده خرجت على برا. الله خرجت وحده. اوه الماء هذا خرجت وحده خوت حاصل. اي خرجت ايوا دخلت دخلوا يديك الماء خوت. نطلع هاد الحاصيل الفوق هذيك باش ما يتبرداش ليا هادشي. تبارك الله درايبه زوينه تبارك الله درايبه مخيره. نخلي الشنابال هنا ونطلع دغيا نطلعوا الفوق. الماء غيدير ليا كلشي. خاصني نجمع المقايله ضروري نجمع الحاصيل غنبقى نجمعو هنا وهذا يتبرد ليا. يا بسم الله تبارك الله الخوت خير. الله واحد مشى الله ولا واحد مشى
انا هو اللي دغيا. زيد بارك الله طنطن ديال الماكل. عاوا عاوا تاكل السر ديالي تبزق على البحر. سير انا الخوت. شوف تبارك الله يرحى الله تريبا غنضرب شي ضربه مزوان. شوف سبحان الله الخوت شفاف. شوف تبارك الله وضربه مزوان الخوت. الله يتم مزوان احسن من الاول. شحال ضربت فيها؟ واه ضربت شراغي الله يضرب شراغية. هاي شراغية. شوف شراغية صغيرة. سيري انا قاعد شي بويسة. هايا سيري تعيشي تبارك الله. ضريبة زوينة ومازال دير في جيبي. والمقلق المقلق الخوت المقلق المقلق حضرك خوت. كاين دابا هذا اللي غيحقرو يقول لك حوت صغير حوت صغير. هذا اللي عارف قيمته هو اللي غيعرف. قليل اللي غيعرف هاد اللويز ديال اللوز ديال المقلق وما كيفوتش هاد العبارة. هو كاين اللي غيقول لك صغير ولا شحال هاد العبارة ما كيفوتوش. حد ولا كبر كبر شوية على هاد العبارة صافي واحد 10 سنتيم ولا شنو. هذا هو القياس ديالو. تبارك الله كيداير زين في المقلق. تبارك الله الخير الخوت. هذا هو اللويزي اللويزي باللويزي. قال لك اللويزي باللويزي هو هذا. مازال غنضرب شي ضربه اخرى ناضي غنشوف باقا عاد البلاصه ديال الباش. واش هذيك الرياص اللي قلت لكم ما كيطيحش الشنابه يعني داك الشيء ما كيضيعش. واش كاين تجربه ناضي ولا ما ناضيش؟ كندير شحال هذا الخوت. مازال غنضرب شي ضربه غنضرب شي 20 حبه كاله نجمع كاله ونطيح بحال هذا. خوت الطريقه هي هذيك. كنت شفت شويه السر ديالي كنت قطرش ليه قطرش ليه شويه بحال ها الريح ها الريح ها بدا كيتجمع. غنضرب شي حصيله زوينه دابا دابا ان شاء الله شي حصيله زوينه لا بغى الله. بحال هكا كتجوع وخصك تعرف ليا هو دابا هو ما عرفتيش ليه ما دير والو. طلعو فوق الماء ملي كيطلع فوق الماء خصك تجوع تجوع وتدوخ ولا ما دوختيش راه ما دير والو. تقول هو تطلع ليه فوق الماء يتم طالع هو الشنابال ديالي راه لتحت انا ها انت يلا بال الله 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 الشنابال برداني عصير زوينة تبارك الله. شحال خمسة حبات راه وكان خوت راه شنو هو راه مكروف دابا هنا شو الما كيطلع عليا وهاد الجعبة هادي كارفاني ما شتي كون درتها هنايا غنارية عرفتي انا مقادة. تبارك الله حصيلة زوينة هادي تانية. لا ما تبقى تصيد بوحدة بجوج بقى تضرب ضربة وحدة صافي كالة وبر. مازال غنضرب شي كالة وبر نيت الخوت. غنضرب شي هادو غنديرهم في جيبي هادو شحال بياسات. تبارك الله غلاط شتو هي الله زادت ما مكتاباش خيرها في غيرها. واحد ثلاثة تبارك الله عطيك كيجي في المقلة هذا مسكين السميدة وطحن. زيدي 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 تبارك الله هانا الخوت هانا ها خير تبارك الله. دابا هادي مبرز طاني انا راه مكرفس هنا كون ما كنتش مكرفس غتشوف شي غتشوف شي ضربة خيالية. غنضرب شي جوج ضربات يكون فيهم شي 20 حبة ما كالو برجمع شتيهم كارفس هنا انتو خرصة هي ما تمينا مقاس كوتا الله يلا صنع يا داوين صافي بحال هكا مزيان. دابا نزيد شويه هنا باش تحاول تمقلع هذه من الشبكه تم جايه عندي. زيد شويه هنا يا مالك دابا شو سردين شديت بهذاك الشيء كنبقى سردي ديالك خدام بها روح لي ديما عندي هنايا هنا كري انت كدير ليه خصك تلوحو لي فوق الشنابة. ها شوية شوية روح ليه هنايا ها هو بدا كيجي الخوت. ها الدوخ بدا كتر ليه انت ها توما خصك تجمع تعرف كيفاش تجمع. زرب عليه الا ما زربتيش عليه راه ما درتي والو. ها هو بدا يعقب الشبكة واقع هنا ها
فوق الشبكه ديما يلوح لي فوق الشبكه كيدير لي الكورينتي ديالي يا صاحبي كيلوحش لي فوق الشبكه بسم الله لا لا بحال خدامه بايديا يا صاحبي الله يلوح على خدامه بايديا انا ندير واحد القضيه ندفع الشنابال غندفعو ليه على حساب الكورينتي دابا الكورينتي كاين هنا واحد الدخله صعيبه اللي باغي يريسك راه بزاف اخو صعيبه من هالما هاي شتو اخو عطينا طحت هنا طاح في الماء صعيبه الدوزه اخو شتو قاصح الدخله من هنا بغيت ندور ولكن صعيبه غادي نحاول الخوت الا قدرت ندوز راه حيت حويجي باش ندخل من هنا الخوت دخله صعيبه الصراحه نحاول كيفاش ندوز وصافي طحتي غطيح في الماء شوف اشوف واحد الدخله اخرى كاين هذه قاصحه شوف قريشت انا طالع تلفو نشوف واحد الدخله اخرى الخوت واخا حتى هي صعيبه ناري ما يمكنش الخوت هادشي دخلات صعاب بزاف نحاول مع هادي ولكن صعيبه كاينش من دوز من هنا شتو الكرياج ماضي بزاف غنغامر وغندخل الخوت شتي غنحاول ندخل وصافي نخليكم كاميرا هنا كتصور غنحاول ندخل الناس خاصك تدخل دخل الناس بحال هكا واو صعيبة بزاف الخوت قضية صعيبة وميمكنش والموت الخوت موت ترى وحالته صح غادي لو حالته وسط الكرياج زادة مشكلة أصعب دخلة الخوت كاسكيط تشرقات الحمد لله الحمد لله دس ما هادي باقا ليا خوت راه الماء الا مشيت طاحت غطيحها في الماء شو دابا فت هادي اللي هنايا طاق عليا هادي وغادي ندوز الخوت واو خوت دست الله يتدست هادي صعيبة اوف كنت غنطيح معاول هالعوم انا الحمد لله الخوت دست يا سلام هاي خاطركم الخوتات والماء بارد يا صاحبي الله يطلع كلاص لا كلاص وما كاين لا لا كلاص لا والو ما كاين لا برود انا جيت هادي واحد العومه الخوت ما يمكنش واه على مو كي داير واه طلعت بزز خوت ضربنا ديك العومه يا سلام جالس دابا هنا تكيف لي واحد السيجاره الخوت هاد السيجارة ناضي الخوت انا ودي لا بغيت شي لا بغيت شي خو غير راهي واو راه شو نحاول نشدو بحال الله نقوص الخوت نتمنى من الله نشدو يا رب يا رب لكن يا رب ما يعرفش مقاد واو 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 خاصني ندير الكاميرا في راسي باش نشد واو راه راه الخوت شوف الله يهرب علينا وغيبان لكم شوف سيجار عندي الكاميرا في راسي ها هو الخوت شنو يا ربي احسن يا ربي
واو شتو شتو ما بالك يا ربي يا ربي اللوز ديال المقلى هذا هو يا ربي يا ربي المهم بغاش يهرب اصاحبي شوف شوف المشهد معايا زكاه اوو شديتو هاو في ما في البيض هاو شتو هاو فاصل تغير شتو اخو شو كدير ايوه ايوه ما هرب كلام الله هرب ليا الله هرب انا نخوض واحد الضربه اللهم بارك ضربه قاضيه ديال العشيه بارك الله شحال من بياسه فيها بارك الله ها بياسه غلات شو هادي قداش بارك الله بياسه شحال ضربت فيها تشوف شوف اللهم بارك تش من صنارك شوف 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 القايله بدينا كنحلقوا عليها اخو طيب كان العشية تبارك الله طريقة ناجحة الخوت مازال صايب لي شي شنابار كبير ترى غادي تعمر اصاحبي عشرة ضرب تجمعو كامل طيب قولبتو شحال ضربت من البياسة شو كار ديالي غادي كتهور انا عاود له دابا عاوتاني بدا كيدور شو دابا راه طلعت لي من الفوق كنت قبيلة لتحت دابا وليت فوق دابا مولانا نعاود نلوحو ليه شي لوحة أخرى يا بسم الله يا رب تسهل نعاودو ليه شوية مزيان لتحت على لا مولانا نرشو ليه غيجي سبحان الله ما كيكونش تا كدو ترش ليه بحال هكا اللي كيتم جاي هاهو يتم جاي دابا هاهو جاي هاهو جاي يا رب شي ضربة تكون زينة يا رب سبحان الله في العشية لا حتى ولا ما كيتشد غير ماشي بحال قبيلة كان كيخاف السريديات راه قربوا يكملوا لي بقات عندي واحد جوج وخي بغيت كيبغي الخناز بزاف ما جبتش السردين بزيد انا عطيك جبت السردين كثير دابا مبقاش كريتي دابا شو ولا داكشي كيعاود ديريكت الشبكة الله هم دخلوا شي بياسة شي بحال قبيلة قبيلة شحال ضربت نق شحال بياسة ثلاثة بياسة غلاط ديال المقلة شتو قبيلة شراوي دابا حديد سبحان الله مج بياسات انا عاود الريوس انا عاود ندقهم نعاود لوحهم لي والله الا حديت صغيور شو قداش سبحان الله الخو عيش سير خوت حتى هنا غيكون سير الفلوق ديالنا العشيه دابا مبقاش ضرب عليا اللويزي والسلسي مش قليله الخوت مازال غنصيدو عليهم نديرو شي مقايله ان شاء الله هنا في البلوك وهو راه كيكون في الصيف وما تكون جاني في كاع الفوسفور وقت الشتاء ولا كان البحر كبير شوي ما تشدوش خص يكون البحر بحال هكا طاح لا تشد وجاب الله واحد المقايله الخوت الله يجعل شي بركه مازال ما صيدت عليه بزاف شتو بقيت كنعوم مشيت وليتكم هذيك الدخله اللي لهيا الحصيله اللهم بارك تبارك الله مقايلة مش مخير فوق مخير انا داير 6000 هي انا دا خوت كبير انا خير تبارك الله تبارك الله خوت شو 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 اللهم بارك قليل اللي غيعرفوا الخوت والثمن والثمن ديالو غالي الخوت هذا مشتوى صغير ولكن الثمن ديالو غالي تبارك الله مقايله مخير انا حلقنا شوف بياسة تبارك الله قداش غلاظ او شنابار الخوت راه ناضي كيف مشتق يعني الا درتي شي واحد كبار من هذا ما كاينش العوي كان شي واحد يعاوننا يقدر دير شي واحد كبير بحال هكايا تخدم تصيد به علاش حنا نجمع هاد السيد كان كيجي هنا كيدير واحد كبير راه كيضرب ضربه كيضرب قد هادشي اللي جمعت انا هذا قد داكشي هذا هو الويزر خوت اللي عنده عليه شي معلومات يخليهم لنا في كومونتير ونتمنى يكون عجبكم فيديو الخوت تاعنا كرو سالينا الفلوغ هذا ما تنساش باقي واحد لايك باش يطلع الفيديو لواحد اخرين يستافدوا تا هما
نتلاقاو في فيديو جديد في مغامرة جديدة، والسلام عليكم.